عن فلسفة ونهج النادي الأهلي يحدثنا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بالسيد هان موريتس سفير هولندا في جمهورية مصر العربية، بنرحب بالدكتور محمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أمستردام كلينيك، وبرضو التحية لجميع السادة الحضور، السادة الإعلاميين والمصورين، وكمان السادة اللي أنا شايف بقيادات من النادي الأهلي في كل قطاعات الناشئين لكل الألعاب موجودين. ده أمر مهم، أعتقد أن ده هيسمع كويس بالنسبة لي المشروع اللي احنا في صدد ان احنا نتكلم عليه النهاردة. احنا بنبقى دايما فخورين بدور النادي الاهلي في خدمة بلده وخدمة الرياضة في مصر، وكمان دوره مؤثر في دعم ومساندة الفرق القومية في كتير من الالعاب. النادي الاهلي بيمثل نسبة كبيرة جدا لكل المنتخبات القومية في كل الالعاب. من خلال الدور دوت احنا ازاي نتطور وازاي احنا نقدم ما هو افضل ان شاء الله. احنا النهارده مش بنتكلم بس عن الدور اللي بيقوم بيه النادي الاهلي من اكتر من 115 سنه. احنا هنتكلم ازاي النادي الاهلي بيفكر وبيسعى باستمرار انه يعظم هذا الدور، ده اللي انا كنت لسه بتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي، ويكون دور يليق بحجم وقيمه وشعبيه الاهلي الكبيره تجاه بلده وشباب بلده والنشأ الصغير اللي احنا مستهدفين ازاي يكون النشأ دوت ان شاء الله يقدم لنا ابطال على مستوى عالي باذن الله. طبعا ممارسه الرياضه وتوسيع قاعده الممارسه سواء على سبيل الهوايه او الاحتراف ده شيء جيد جدا وكل الناس مهتمه بيه، شعبنا واولادنا واهالينا كلهم مهتمين بممارسه الرياضه وازاي الرياضه دي تكون عنصر اساسي في نشأ ولادنا وأطفالنا. أيا كانت هذه اللعبة على أسس علمية صحيحة، أي واحد بيلعب أي لعبة يعني، هل اتبنت على أسس علمية صحيحة ولا لا؟ ده الشيء اللي احنا بنسعى عليه وبنتكلم فيه النهاردة ونتكلم عنه النهاردة. احنا في النادي الأهلي مش باصين بس لبكرة أو بعده، لا، احنا النادي الأهلي دايما باصين لأبعد من كده بكتير جدا، للمستقبل اللي جاي. بالتأكيد مفيش متابع للرياضة في العالم يختلف على نجاح التجربة الهولندية في أوروبا، خاصة في صناعة الأبطال الرياضيين اللي بيحققوا إنجازات وميداليات، بالرغم أن هولندا في حدود معلوماتي عدد سكانها حوالي 17 مليون نسمة، لكن تليها دايما من العشرة الأوائل في الدورات الأولمبية. علشان كده احنا درسنا المشروع ووافقنا على بدايته الفعلية في اول الشهر اللي جاي ان شاء الله. عايزين نخلق قاعدة كبيرة جدا من النشأ الرياضي في مصر وتكون قاعدة متأسسة صح. احنا مش بنتكلم عن النادي الاهلي بس دلوقتي، كمان انا عايز نعمم باذن الله ده دور النادي الاهلي مع بلده ان شاء الله يعني. طبعا تفاصيل المشروع كتيرة جدا وهتكلم فيها الدكتور محمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة أمستردام كلينيك، لكن نقدر نقول إن المشروع مشروع مهم جدا، مشروع اكتشاف المواهب وتحسين الأداء، هيكون على أسس علمية بحيث تتعمل قياسات بدنية لأطفالنا من بدري قوي، يعني من ست سنين لغاية 10 سنين، وبكده نقدر نوجه الطفل اللي هو يأمل أن يكون بطل رياضي، نوجه الطفل في سن صغير بطريقة صحيحة للعبة اللي تناسب قدراته، وده شيء مهم جدا يا جماعة. أنا كنت لسه بحكي برضو من شوية أن احنا في السبعينات 71-72 كان في برضو بعض القياسات الرياضية في مصر، كان ثانوية رياضية، أنا كنت واحد من ولاد الثانوية الرياضية كويس، كان فعلا في بعض القياسات توجه اللعيب ده ينفع ألعاب قوة، ده ينفع باسكت، ده ينفع طايرة. وطبعا سيد السفير اكيد باسكت او طايره يعني اكيد يعني. عشان كده احنا عايزين نشوف قدره الطفل ايه من بدري جدا ويتوجه فين ويتوجه صح باذن الله،
واللعبة اللي ممكن يتقال يعني ينجز فيها ويتألق فيها ويكبر فيها ويحقق طموحاته فيها. طبعا ده كله بعد القياسات البدنية المباشرة. بيتعمل بعد كده يعني للولاد برنامج تأهيلي من خلال خبراء من هولندا. هم اللي هيكونوا قائمين على المشروع ده بكل خبراتهم العالمية اللي موجودة. أكيد السفارة الهولندية في مصر هيكون لها دور معانا في المشروع. وطبعا الكابتن رؤوف عبد القادر هو مدير المشروع واللي بينسق كل هذه الأمور مع كل الأطراف. نعم؟ وفولي بور برضو ما هو نفس الطول يعني. وكمان يعني ونشاط المشروع هيكون موجود في كل فروع النادي الأربعة، مش هيقتصر بس على أي فرع، لا هيكون جزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والتجمع بإذن الله، اللي احنا آملين إن شاء الله في خلال الأيام يعني نفتتح بإذن الله التجمع. كان في حاجة كانت ناقصة، معلش بره الموضوع، لكن بمناسبة يعني الحمد لله يمكن الفرش وصل بتاع المبنى الاجتماعي لأنه كان مستورد، وإن شاء الله قريب جدا هنعلن عن افتتاح التجمع بإذن الله. مرة تانية برحب بسيد هان موريس وبنشكره على حضوره، يعني ومشرفنا الحقيقة، وبنأكد على سعادتنا بالتعاون مع السفارة الهولندية وشركة أمستردام كلينيك المسؤول عن المشروع. نأمل بإذن الله أن يكون مشروع مفيد لبلدنا، لولادنا، للنادي الأهلي وكل الأندية الرياضية، اللي كلنا لنا هدف واحد. كل الأندية الرياضية هدفها واحد بس، هو اسم البلد. إزاي أن احنا بنعد ونشتغل ونعد ولادنا وأبطالنا وأطفالنا علشان نخدم بلدنا في الأول. عشان كده النادي الأهلي حريص جدا أنه يضيف لي خبراته، خبرات أجنبية كبيرة ممثلة في هولندا، إزاي عشان نوصل لمرحلة أفضل ممن اللي احنا فيها إن شاء الله. وده نأمل وبإذن الله يكون هناك تأثير وهناك يعني بصمة للرياضة المصرية بإذن الله الفترة القادمة إن شاء الله. بشكركم جدا وبرحب بجميع أستاذ الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الكلمة السريعة والمقتضبة، لكنها يعني من القلب، وكما نقول دائما أنه أصدق الكلام هو ما خرج من القلب إلى القلب. شكرا ليس فقط على الكلمة وهذا الحدث اللي حرص على حضوره مع السادة أعضاء مجلس الإدارة، لكن على كل ما يقدمه لنادي الأهلي كمؤسسة وطنية عملاقة تقوم بدور كبير في هذا المجتمع. إدارة النادي الأهلي بهذا المستوى وبهذا النشاط الرياضي وبكل الخدمات التي تقدم لأعضائه البالغ عددهم بعشرات الألاف هو أمر ليس هين على الإطلاق. كل التوفيق، وننتظر دائما المزيد من الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته وكل مسؤولي.